بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم أنت تسأل والدكتور جميل قدسي يجيبك مباشرة. في هذه الحلقة جاءني سؤال من الأخت ليلى، تقول: دكتور، هل كل البكتيريا ضارة؟ وهل هناك بكتيريا لا يمكن أن تسبب الأمراض للإنسان؟ سؤال والله وجيه بالفعل، هل كل البكتيريا تضر؟ وهل هناك بكتيريا لا تسبب الأمراض للإنسان؟ أقول نعم، معظم البكتيريا في الحقيقة لا تسبب الأمراض للإنسان، لأنه من يدرس التربة يفاجأ أنه عدد البكتيريا الموجودة في التربة هائل جدا. تشير بعض الدراسات أنه الجرام الواحد من التربة، فقط واحد جرام، يحتوي على 1,000,000 نوع من البكتيريا، 1,000,000 نوع، والجرام الواحد يحتوي على 100,000,000 كعدد، مش أنواع، كعدد 100,000,000 بكتيريا أو عصية بكتيريا تكون موجودة في الجرام الواحد من التراب. تخيلوا، سبحان الله. الله يشير إلى ذلك في قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وتشير هذه الدراسات إنه 99% من هذه البكتيريا، اللي هي 100,000,000 بكتيريا أو عصية بكتيريا في الجرام الواحد، 99% منها غير معروفة، يعني الناس لسه ما صنفوها ولا عرفوها. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 99% من البكتيريا الموجودة في الجرام الواحد من التراب لا يعرفها الناس، وهي غير ممرضة، سبحان الله. ولذلك العدد القليل من الأمراض الإنتانية التي تصيب الإنسان من البكتيريا هو نسبة قليلة جدا. وبالفعل أقول لك أختي، هناك بكتيريا وعدد كبير من أنواع البكتيريا لا تسبب الأمراض للإنسان. على كل حال، البكتيريا تصنف من ناحية الصبغة، يعني عشان إحنا نكشفها، إلى بكتيريا موجبة الجرام وسلبية الجرام. صبغة الجرام هي صبغة صنعها عالم وسموها باسمه صبغة الجرام، بتخلي إنه بعض أنواع البكتيريا تتلون باللون البنفسجي عندما نراها تحت المجهر، وبعض أنواع البكتيريا لا تأخذ هذه الصبغة، بسموها سلبية الجرام، تتلون باللون الزهري، سبحان الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد أجبت على سؤالك أختي الفاضلة ليلى، ونقول إن شاء الله إلى اللقاء في أسئلة أخرى وإجابات عليها. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.